طيب عايزين برضه يا سامي نعرف نظام، لان انا قريت نظام البطوله مختلف تماما عن كره القدم، النظام مختلف خالص. في ناس بتلعب يعني بياخد اول ثلاثه، يعني كابتن محمد اتكرم حضرتك حتى للساده المشاهدين، نظام البطوله عامل ازاي؟ هو نظام البطوله زي ما ذكرنا في الاول كابتن هاني، ان احنا اول بطوله عالم هيتلعب 32 فريق، ال 32 فريق دول مقسمين لثمان مجموعات، كل مجموعه اربع فرق. هياخد اول وثاني وثالث المجموعه، هينضم للمجموعه المجاوره، احنا مجموعه السبعه، هنضم مع اول وثاني وثالث المجموعه الثامنه بس بنتائجنا. بمعنى ايه بنتائجنا؟ يعني المنتخبات اللي احنا قابلناها في الدور التمهيدي مش هنلعبها ثاني في الدور الرئيسي. يعني احنا لو احنا نفترض صعدنا احنا والسويد وتشيك مثلا، هنروح انا مش هلعب السويد ثاني، هطلع بنتائجي سواء انا كسبت ان شاء الله او لا قدر الله في هزيمه، يبقى النتيجه دي محسوبه خلاص، انا مش هلعبه ثاني، ولكن البناط محسوب. يعني البناط من الدور المجموعات الاولاني محسوب يعني انا في الدور الثمانيه طالع بكام بونت مع الفرقتين اللي صاعدين معايا، انا لو كسبانهم فده بيديني ادفانتج بالنسبه بالظبط كده. فهروح الناحيه الثانيه هقابل اول وثاني وثالث، هلعبهم برضو ثلاث مباريات، الست فرق هياخدوا منهم اول وثاني، ده يلعب على طول دور الثمانيه. دور الثمانية منين؟ من برضو من المجموعتين اللي هي الخمسة والستة اللي جايين منهم، برضو نفس الكلام، أول وثاني نلعب دور الثمانية، وبعد كده إن شاء الله خلاص اللي هو دور الثمانية بيبقى النوك أوت أعتقد. بالظبط كده، نوك أوت من دور الثمانية، خروج المغلوب على طول. بالظبط كده، يعني دي ودي من الحاجات اللي أنا كنت لسه بتكلم مع حضرتك فيها، إن إحنا حتى برضو إن شاء الله المجموعة اللي رايحين لها بنسبة كبيرة برضو كويسة، يعني إن شاء الله برضو هيبقى فرصتنا كبيرة جدا للتأهل. ولكن ان شاء الله نتمنى وده ان شاء الله هيحصل، يمكن كابتن هشام كان لسه بيتكلم، احنا برضو زي ما في دول كتير اوروبيه ومنتخبات حصل لها تطور كبير قوي في كره اليد، نفس الكلام منتخب مصر، وده فعلا احنا بنتكلم زي ما بيقول كابتن هشام ان احنا في المطبخ وشايفين ده بعينينا، لا دي حقيقه، احنا مش بنتجمل في منتخب مصر كامنيه فقط لا غير، لا احنا امكانياتنا تاهلنا لده، امكانياتنا بالظبط.